مين الأحرار، نعرف كل الأسئلة اللي عندكم ونحاول نرد عليها بشكل واضح جدا وبشكل شفاف جدا. في البداية زي ما حضراتكم عارفين هيكون المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار يوم الأربع القادم. مؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار هو مؤتمر مهم جدا، لأن هو اللي بيكسب للحزب شرعيته النابعة من أعضائه. شرفني أن أنا أقدم لحضراتكم معالي المستشار محمد عثمان، مستشار قانوني للحزب. يهمني جدا انه يعرف حضراتكم بكثير من التفاصيل القانونيه بخصوص الحزب. لما معالي المستشار يخلص العرض بتاعه هو حر بقى يدي تليفونه او ما يديهوش، لكن اهلا بحضراتكم. اضافه لما ذكره الاستاذ شهاب، انا باكد على بعض الاجراءات القانونيه اللي اتبعتها قياده الحزب للمؤتمر العام الدوري المفروض اللي بينعقد في الربع الأول من العام طبقا للائحة الحزب. وهذا المؤتمر ينعقد الثلاثاء الموافق الأربعاء 11/3 الساعة 10 صباحا بفندق موفنبيك الهرم. هذا المؤتمر سيناقش جدول الأعمال الآتي: اعتماد التقارير السنوية واعتماد تقارير مراجع الحسابات الخارجي والميزانية وعرض لائحة النظام الأساسي التي سبق إقرارها وتم إحاطة لجنة شؤون الأحزاب بها. دي لائحة النظام الأساسي الجديدة لحزب المصريين الأحرار. أيضا يناقش تفويض الهيئة العليا في الموضوعات العاجلة التي قد تنشأ في غير وقت الانعقاد. وأخيرا يناقش هذا المؤتمر ما يستجد من أعمال في إطار استعدادات لهذا المؤتمر طبقا للائحة النظام الأساسي للحزب. أصدر السيد الأستاذ الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب ممن لهم حق حضور أعمال المؤتمر العام المزمع انعقاده سنويا في الربع الأول، ده طبقا نص المادة 28 من لائحة الحزب. وهذا جدول أعمال هذا المؤتمر تم إقراره باجتماع الهيئة العليا في 10/1/2015، وعليه تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر في دور انعقاد عادي يوم الأربع كما ذكرت 11/3/10 صباحا، وده طبقا لنص المادة 30 من اللائحة وموضح جدول الأعمال اللي أشرنا له. هذه الدعوة تمت بتاريخ 18/2/2015، لأن لائحة الحزب بتقول أن يجب الدعوة لهذا المؤتمر قبل انعقاده بثلاث أسابيع. أيضا بأكد أن تم نشر الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر على لوحة الإعلانات بجميع مقر الحزب على مستوى الجمهورية وصفحة الحزب الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا تم نشر هذه الدعوة وإرسالها للأعضاء بالبريد العادي والإلكتروني في المدة القانونية المحددة بثلاث أسابيع، أيضا طبقا لنص المادة 30. بأكد لحضراتكم أن بموجب قرار الأمين العام للحزب، القرار ده رقم 5/2015 صدر بتاريخ 4/3 طبقا لنص المادة 65 من اللائحة فقرة 5. دي بتأكد على أيضا إرسال الدعوات بالبريد الإلكتروني. وفي دعوة مهمة جدا صدر بها قرار لتمكين أعضاء الحزب من المشاركة في هذا المؤتمر، بتؤكد على سرعة سداد الاشتراك أو من يرغب في سداد الاشتراك، وفتح باب سداد الاشتراكات حتى يوم 8/3/2015 للسادسة مساء، ده كآخر معاد. وعمليا وفعلا تم انتهى هذا الموعد بالأمس، وتم نشر جميع أسماء ممن يحق لهم حضور المؤتمر موجودة في مقر الحزب، تقدروا حضراتكم تطلعوا عليها، ده طبقا للائحة النظام الأساسي للحزب. في أمر آخر، قرار تم اتخاذه لتمكين من تخلف عن سداد الاشتراك أو من لم يتم إدراج اسمه في جداول المؤتمر ممن يحق لهم الحضور في لجنة برئاسة أحد السادة أعضاء الهيئة العليا وأمين شؤون العضوية وعضو قانوني لمراجعة أي تظلمات ممن لم تتضمن أسماءهم الكشوف المعلنة لمدة 48 ساعة.
وسيتم بحث هذه التظلمات واتخاذ فيها قرار بمعرفة اللجنة المشكلة حال تقدم شكاوى من أي من أعضاء الحزب إنه لم يشمله، إن لم يدرج اسمه في كشوف هذا المؤتمر. عقب فحص الشكاوى والبت فيها هتعد كشوف طبعا نهائية بعد فترة 48 ساعة بجميع أعضاء الحزب المسددين لاشتراك 2015 والذين يحق لهم حق حضور المؤتمر والتصويت على جداول أعماله، وتعلن كما حضرتها. بأكد على حاجة أخيرة، أن بينحصر حق حضور المؤتمر العام والتصويت على جداول أعماله لأعضاء الحزب المدرج أسمائهم بتلك الكشوف فقط. دي ده توضيح للإجراءات القانونية اللي تم اتخاذها طبقا للائحة، حبيت أوضحها لحضراتكم، ولا في أي إيضاح أو سؤال تحت أمرك. شكرا. شكرا معالي المستشار، وناخد الأسئلة لمعالي المستشار في الآخر. إيه رأي معاليك؟ ممكن؟ زي ما تحب. مش تفضل معالي المستشار. شكرا جدا لمعالي المستشار، وهو شرح التفاصيل المتعلقة بالمؤتمر العام القادم يوم الأربعاء اللي جاي. أرجوكم لو في أي أسئلة نسألها لمعالي المستشار في آخر الجلسة. وخلونا بقى نتكلم سريعا كده إيه اللي حصل في المصريين الأحرار الأسبوع اللي فات. خلونا نبتدي بأن في حدث مهم جدا لمصر كلها بيحصل خلال أيام، وهو انطلاق المؤتمر الاقتصادي. كثير من الأحزاب كان الخط اللي خدته إحنا ما ادعيناش للمؤتمر الاقتصادي، إحنا زعلانين عشان إحنا ما ادعيناش للمؤتمر الاقتصادي، وإحنا كان لازم ندعى للمؤتمر الاقتصادي. المصريين الأحرار فضل إنه يعمل حاجة تانية خالص، إنه يدعم المؤتمر الاقتصادي وإنه يقف جنب المؤتمر الاقتصادي. خلوني أقول لحضراتكم بإن في حملة كبيرة جدا للدعاية ابتدت بالفعل او هتبدا خلال ساعات في شرم الشيخ، بتقول ان ان حزب المصريين الاحرار هو احد الاحزاب المصريه بيدعم المؤتمر الاقتصادي وبيلتزم بكل القرارات ديت، وبوجوده كحزب مصري هو بيدعم اي شيء يخرج عن مؤتمر شرم الشيخ. مش بس الحمله المحليه، وفي حمله بتتم من مندوبين الحزب ومسؤولين الامانات المصريين بالخارج لدعم المؤتمر ولتشجيع المستثمرين على المشاركة فيه خارج مصر. مصريين الأحرار بيدعم مؤتمر شرم الشيخ، مصريين الأحرار بيقف جنب مؤتمر شرم الشيخ. مش قضيتنا الأحزاب مدعومة ولا لأ، مش قضيتنا الأحزاب مدعوة ولا لأ، قضيتنا أن ده مؤتمر لمصر، ويجب على حزب المصريين الأحرار أنه يعمل دوره في هذا المؤتمر. نقطة تانية، أن كان في كلام تردد حوالين، زي ما حضراتكم عارفين مهندس نجيب ساويرس استحوذ على نسبة كبيرة من شبكة يورو نيوز، فكان في كلام كتير جدا حوالين ان دوت ليه دخل بالخط الاعلامي الى اخر الكلام دوت. مهندس نجيب ساويرس اكد بان مفيش تدخل في الخط الاعلامي بتاع يورو نيوز. الفكرة ان ديت قناة كانت بتدعم، كانت مش بتهاجم مصر، الاجندة بتاعتها ما كانتش بتهاجم مصر، فبالتالي من الواجب ان انت تدعم اي قناة محايدة ما بتهاجمش مصر. انت مش بتحاول ان انت توجد اعلام بيدعم مصر قد ما انت بتحاول ان انت تمنع او تقلل من مساحة الاعلام اللي بيهاجم مصر ولا بيقف ضد مصر. الحيادية في العالم في مصلحة مصر، اللي ضد مصلحة مصر هو الانحياز ضدها. دكتور عصام خليل اعلن عن 3 مقترحات للجنة تقسيم الدوائر، يمكن احنا اعلننا عنهم اكتر من مرة. الجديد ان احنا وجدنا مبارح في الاعلان بتاع لجنة شؤون الأحزاب حاجتين، يعني على الأقل خالص 2 من المقترحات بتاعتنا بيتم فعلا اتخاذ خطوات إيجابية ناحيتهم. الخطوة الأولى وهو المقترح الأول وهو ما مرتبط بزيادة عدد المرشحين الفرديين، والنقطة الثانية هو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا من حق مزدوجي الجنسية في الترشح في الانتخابات. فبالفعل تم الاستجابة لنقطتين من 3 مقترحات اللي احنا قدمناهم، واحنا متفائلين جدا بان اللجنة ان شاء الله تنتهي بعملها في الوقت المحدد، ونرى استكمال لعملية الانتخابات البرلمانية. واهم ملاحظة عندنا، احنا رأينا حالة شفافية مبارح ان اللجنة خلصت الاجتماع وخرجت علينا بتعلن ايه اللي حصل في الاجتماع. في محاولات التواصل ما بيننا وما بين اللجنة في الفترة الاخيرة كان في استجابة وكان في رد من اللجنة. زي ما خرجنا قبل كده وانتقدنا كثير من اللجان اللي ما كانتش بتستجيب، فخلونا نقول بمنتهى الوضوح المره دي ان المره دي اللجنه بتستجيب. استاذه منى جبالله، انا 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 بس اسمح ان حضرتك تكوني معانا، لان استاذه منى هتحكي لكم على حاجه مهمه كمان شويه، فانا اتمنى ان هي تكون معانا هنا في القاعه. تمام. طيب، زي ما حضراتكم عارفين
اي حزب بيكون في حاجه زي محكمه حزبيه صغيره كده بتتعامل مع حالات الـ 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 الخروج عن لوائح الحزب. المحكمه الحزبيه دي بيكون اسمها لجنه الانضباط الحزبي. احنا عندنا في المصريين الاحرار في لجنه انضباط حزبي بتكون مسؤوله عن الاعضاء، تم الاعضاء العاديين وليس اعضاء الهيئه العليا. اعضاء الهيئه العليا ليهم اليه مختلفه شويه. فاحنا تم تشكيل لجنه الانضباط الحزبي الحزب المصريين الاحرار برئاسه الدكتور ايهاب الطماوي وبعضويه استاذ عماد رؤوف، هو حاضر معانا، ممكن حضراتكم لو عندكم اي اسئله عن الموضوع دوت تقدروا ان انتم ترجعوا له، استاذ بلال حبش واللواء ناصر اطامش واستاذه ايمان امبابي. دول اعضاء لجنه الانضباط الحزبي في حزب المصريين الاحرار. لو عندكم اي اسئله عن موضوع الانضباط الحزبي ارجوكم تواصلوا معاهم وتكلموا معاهم. تاني اللي بيهمنا من القوانين مش ان هي تكون بتخدم مصالح الاحزاب، اللي بيهمنا من القوانين اللي خارجة ان هي تكون قوانين دستورية تؤدي للذهاب للانتخابات. ده المبدأ بتاع المصريين الاحرار. اللي يهم المصريين الاحرار ان احنا نرى قوانين توافق الدستور المصري وتمكننا من ان احنا نكمل المرحلة الثالثة من خريطة المستقبل. ده اللي المصريين الاحرار بيطالب فيه. احنا مش عايزين قوانين تناسب الاحزاب ولا تدعم الاحزاب، ولو ان ده مش عيب ان احنا نبقى عايزينه، ولكن اولويتنا دلوقتي قوانين دستورية تمكننا من الذهاب للانتخابات واتمام المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. على صعيد العلاقات الخارجية في مجموعة من المصريين الاحرار موجودة في المانيا عرضت تجربة حزب المصريين الاحرار في مؤتمر متعلق بالتخطيط الاستراتيجي. احنا فخورين ان النهاردة المصريين الاحرار اتنقل من مرحلة كونه حزب بيتعلم من التجارب الحزبية العالمية لمرحلة كنا حزب بيعلم التجربة بتاعته. حزب المصريين الأحرار قدم التجربة بتاعته في ألمانيا، حكى عن التنظيم بتاعه، عن طريقة العمل الداخلي بتاعه، وبقينا نقدر ان احنا نقول ان احنا اتنقلنا من مرحلة كنا حزب بيتعلم من الأحزاب الدولية لحزب بيقدم تجربته، وفي أحزاب على مستوى العالم بتستفيد منها وبتتعلم منها وبتسألنا أكتر عن التجربة بتاعتنا. المصريين الأحرار في ملوة شارك في الزيارة، في الحقيقة الزيارة المهمة جدا للبابا تودروس لملوة، حزب المصريين الأحرار شارك في الاستقبال وشارك في الإعداد لهذه الزيارة. المهندس أستاذ نادر شرقاوي أمين المصريين بالخارج أكد دايما أكد في تصريحات لي أن حزب المصريين الأحرار كان أول حزب طرح وبوضوح أن الدستور المصري لا يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات. الدستور المصري واضح لا يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات. يمكن كان عندنا بس إضافة حابين ان احنا نقولها، كثير من مزدوجي الجنسية ولائهم وحبهم لمصر اكبر بكتير قوي من ناس لا تملك الا الجنسية المصرية، ولكن للأسف الشديد ولائهم لدول والتنظيمات اكبر بكتير قوي من ولائهم لمصر. احنا بنرى حق كل مواطن مصري صالح يمتلك الجنسية المصرية انه يترشح للانتخابات البرلمانية، والفيصل والحكم هو الشعب المصري، هو وحده اللي يقدر ان هو يختار. في شبرا عملنا حملة جميلة قوي، ابتدت حملة اسمها عايز اسمعك. حملة عايز اسمعك في الساحل كان هدفها ان احنا نسمع ايه الطلبات بتاعة المصريين في المرحلة اللي جاية. حملة عايز اسمعك هتستكمل بمقابلات مع قيادات محلية لتحقيق عدد من المطالب ديت، وحنتابع حضراتكم بالتطورات بتاعت حملة عايز أسمعك. في مبابة كان عندهم مبادرة جميلة جدا متعلقة بعلاج عدد من الحالات الخاصة، بالفعل تلقوا عدد من المقترحات وبالفعل ابتدوا في علاج هذه المقترحات. في المطرية، وأرجوكم ما نشيلش المطرية من دماغنا، اللي حصل في المطرية خطير، ويجب ان احنا دايما نركز على محاولة دعم القيادات المحلية الوطنية اللي موجودة في المطرية اللي بتشتغل عشان خاطر تدعم الدولة المدنية، نقلل من اي حجم للفتنة وندعم الناس اللي موجودة في المطرية اللي بتناضل من اجل مجتمع مدني وبتناضل من اجل حياة طبيعية للناس اللي عايشة في القاهرة كلها وفي المطرية. في الحقيقة المصريين الاحرار التقى بأسرة شهيد المطرية اللي احنا سمعنا عنه كتير، الشهيد اشرف ابراهيم حنا، تكلموا معاه وتناقشوا معاه، وفي تواصل قوي قوي بيحصل من أمانة المطرية بالقواعد هناك، ومحاولة للتواصل ومحاولة لردم أي فجوة بيحاول البعض ان هو يبنيها ما بين أهالي هذه المنطقة القاهرية الجميلة.
في الجيزه كان عندنا ندوه شعريه، احنا طبعا حزب مهتم جدا بالثقافه، فكان عندنا ندوه شعريه في امانه الجيزه يوم 8 مارس، وكانت ندوه ناجحه جدا. وندعوكم دايما لمتابعه الانشطه الثقافيه للمصريين الاحرار، لان هي فعلا بتكون انشطه مميزه جدا وجودتها بتكون كويسه جدا. في الدقهليه كان عندنا حمله شبيهه شويه بحمله عايز اسمعك، متعلقه بمناقشه المشاكل اللي بتواجه الناس في قرى محافظه الدقهليه. في الحقيقه النهج المره دي نهج مختلف شويه، ان احنا عاوزين نقدم للناس استطلاعات راي حوالين نقدم للناس تقارير حوالين ايه المشاكل اللي بتواجه قرى محافظه الدقهليه. هنبعت لحضراتكم برضو النتائج بتاعه الموضوع دوت، ومتفائلين جدا ان احنا هنسمع فيها كلام يهمنا. في اسكندريه في الحقيقه كان في مناقشه، كان في صالون ثقافي متميز جدا انعقد، كان بيناقش ايه هي المشاكل اللي بتواجه التيارات السياسيه بعد ثوره 2011. صالون ثقافي مهم قوي، اتكلم عن ايه هو اهم المشاكل اللي بتواجه التيارات السياسيه، قدم تقرير جميل قوي. ارجوكم ان انتم تتواصلوا مع مسؤولين الحزب في اسكندريه وتسمعوا منهم ايه اللي موجود جوه التقرير دوت. في ملاوه كان في برضو استطلاعات راي بتتكلم عن ايه المشاكل اللي بتواجه اهالي ملاوه. في سوهاج زي ما حضراتكم عارفين تم تاسيس امانه جديده للحزب في سوهاج، وحصلت مناقشه للخطط المستقبليه بتاعه الامانه ديت. زي ما حضراتكم عارفين الازمه المؤسفه اللي كانت ما بين قبائل الدبويه والهلاليه، المصريين الاحرار بيساند في وقت الفتنه ما بين الطرفين، وهنقول لحضراتكم تفاصيل اكتر عن الموضوع دوت لاحقا، لانه مهم جدا في تقديرنا انه يجب العمل بقوه ما بين كل القوى السياسيه ان هي تعمل دور في المصالحات اللي من النوع دوت، وان احنا نضمن قدر اقل من التوتر وقدر اقل من الفتنه في مناطقنا المحليه. اخيرا في المنيا كان في مساهمه مهمه جدا حصلت، ان المصريين الاحرار ساهم في توفير وحده غسيل كلوي جديده في محافظه المنيا. ساهمنا دوت من خلال جمع تبرعات من القيادات اللي موجوده، وساهمنا في توفير الوحده بتاعه الغسيل الكلوي في محافظه المنيا. النشاط المهم جدا، بس انا يمكن مش انا احسن واحد يقدر ان هو يحكي لكم عليه، هو نشاط متعلق بلجنه من اكتر اللجان تميزا في حزب المصريين الاحرار، وهي لجنه النقابات. ويشرفني ان معانا هنا امينه النقابات، امينه النقابات بحزب المصريين الاحرار، استاذه منى جاب الله، اللي يهمني قوي ان هي تحكي لحضراتكم عن ايه اللي عملته لجنه النقابات في الفتره اللي فاتت. اتفضلي يا استاذه منى. اهلا بيكم، انا منى جاب الله امينه لجنه النقابات العامه في الحزب. عايزه اقول لكم انه من ساعه ما ابتدى الحزب واحنا عندنا ملف مهم جدا، وهو ملف النقابات المهنيه. عارفين ان النقابات المهنيه طبعا مختاله من قبل الاخوان المسلمين على مستوى كل النقابات العامه، فاخذت الملف دوت وبتشجيع طبعا الدكتور عصام خليل، ده من اول سنه اشتغلت فيها، وقال لي احنا هنزين ناخد الملف ده ونشتغل من اجل نقابه مهنيه مستقله. كتير قوي بيقولوا ازاي الاحزاب تخش في النقابات المهنيه؟ لا، تخش امتى؟ لما يكون ليها اعضاء كوادر. الحزب بيعمل كوادر، سواء كوادر دولة أو كوادر نقابية، من حق الكوادر النقابية نطرحها للعمل العام عشان تحقق أيديولوجية الحزب. ده مهم جدا. أما عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، إنه حزب المصريين الأحرار أكبر حزب في مستوى نقابيين. يعني إحنا عندنا أمين طبعا بعد الشغل اللي اشتغلناه كتير قوي في نقابة المهندسين ونقابة الأطباء، وسحبنا الثقة من الإخوان في نقابة المهندسين، والحمد لله إحنا أمين صندوق نقابة المهندسين مصريين أحرار. عندنا في المجلس الأعلى نقابة المهندسين 3 مصريين أحرار. عندنا أمين مساعد اتحاد المهن الطبية مصريين أحرار. عندنا كوادر كتيرة جدا، أكبر حزب فيه نسبة نقابيين، إيمانا بنا بالدور اللي بتقوم به النقابات المهنية. لأن جموع المهنيين بيني وبينكم للأسف مستاء جدا من الخدمة داخل النقابة، المفترض أنها بتحقق مطالبهم، وللأسف ده مش موجود. احنا في نقابه الصيادله الحمد لله عملنا شغل كويس جدا، وقفنا جنبهم بعد فرض الحراسه، وده من خلال رابطه المحامين الاحرار اللي عندنا. رابطه المحامين بتتدخل في كل، يعني في قضايا المهندسين اتدخلت، في قضايا الاطباء اتدخلت. اول حاجه يعني اللي ممكن اقولها لكم، وده اول حاجه ممكن انتم تعرفوها، انه حزب المصريين الاحرار وحد النقابات المهنيه عشان تحضر في جلسه نقابه، في جلسه المحكمه في قضيه الصيادله. وحدهم، يعني جمعنا المهندسين وجمعنا الاطباء وجمعنا الصيادله وجمعنا اعضاء من مجلس النقابه العامه للمحامين، جه وحضر وترافع قدام المحكمه، وقلنا نحن نرفض فرض الحراسه على النقابه، ايمانا منا بدوله قانون ودوله الدستور بعدم فرض الحراسه على النقابات المنتخبه.
او المؤسسات المنتخبه. في الصيادله احنا الحمد لله فاز من عند احنا اوريدي عندنا جوه النقابه امين عام مساعد اتحاد امين عام مساعد الصيادله الدكتور احمد عبيد، والحمد لله عندنا نقابيين تاني في النقابه الحمد لله، فاز من عندنا الدكتور ايمن عثمان عضو مجلس النقابه فوق السن. وايضا في فرعيات كتير بس انا معلش لم يحضرني، في فرعيات كتير الحمد لله قدرنا نحقق نجاح. اتهاجمنا كتير جدا من وسائل الاعلام كتير ومن جرائد كتير بعدم تدخل المصريين الاحرار، كانوا بيقولوا قائمه المصريين الاحرار بتتدخل في النقابات المهنيه. المره الثانيه احنا لينا كوادر الحمد لله دخلت النقابه، لازم ندعمها بكل وسائل الدعم. مصريين احرار لاعضائه ولكوادره بيدعم بكل وسائل الدعم، الدعم اللوجستي والمعنوي وكل وسائل الدعم، بنقف وراهم لحد الحمد لله ما يقدروا يخشوا النقابه ويقدروا يفردوا او نحقق اهدافنا وايديولوجيتنا في النقابات العامه. النقاب الامانه المهنيين عموما شعارها من اجل نقابه حره ومستقله، يعني عشان بس ما حدش يقول لي بتسيسوا النقابه ولا بتعملوا، لا احنا دخلنا النقابه علشان نطلع تدين او نرفض تدين النقابه من قبل الاخوان المسلمين، والحمد لله ده حققناه وبقوه تمام. شكرا جدا يا مدام منى. انا بس حابب ان انا يمكن في الاخر قبل ما اخد الاسئله اقول لحضراتكم حاجه صغيره قوي. اللي انتم شايفينه قدامكم هو حزب جاد، حزب جاد في ان هو يقدم للبلد ديت افكار، انه يقدم للبلد ديت كوادر، وانه يبني الكوادر ديت ويثقلها، وانه يخش كل عمليه انتخابيه، وانه يقدم افكار، وانه يبني قواعد، وانه يتحرك. بنشوف سيده رائعه مثل السيده المصريه بتقود العمل النقابي بتاع حزب كامل، وبتدخل معارك في النقابات علشان خاطر ده يكون رد حقيقي لاي حد يقول المراه المصريه ما تقدرش. لا، المراه المصريه تقدر. اللي بيقود العمل النقابي في حزب بحجم حزب المصريين الاحرار كله سيده جميله اسمها منى جبل. بنرى ان اللجنه اللي احنا بنتكلم عن نشاطها كل اسبوع لجنه المراه في حزب المصريين الاحرار، بنرى ان النساء ان سيداتنا ان امهاتنا ان اخواتنا تمكينهم الحقيقي مش بكلمه يوم عيد المراه، لكن تمكينهم الحقيقي بان احنا نديلهم الفرصه. والمصريين الاحرار فخور ان نساءه ما استنوش لما حد يديلهم الفرصة، تحركوا تقدموا الصفوف وبالفعل بيعملوا دور مهم جوه المصريين الأحرار، جنبهم جنب المرشحين بتوعنا على مستوى الجمهورية كلهم اللي احنا فخورين بيهم، واللي احنا عمرنا ما قلنا اصل احنا هنراجعهم، اصل احنا مش واثقين ان هم احسن ناس وهنشوف ناس تانية. لا، متمسكين بمرشحيننا ومؤمنين بيهم، متمسكين بشبابنا ومؤمنين بيهم، متمسكين بقياداتنا ومؤمنين بيهم، وبنوعدكم ان الحزب ده عارف مصر محتاجة ايه، وعارف ازاي يقدر انه يدعم مصر، وازاي يقدر انه يدعم الدولة المصرية علشان خاطر اهل البلد ديت يعيشوا حياة احسن. هدف المصريين الاحرار ان اهل البلد ديت يعيشوا حياة احسن، واننا نهزم الفقر.